اخ كنا كتما العساس وقت تما سمعنا واحد الكريسمون دو بنو صوت ديال الكريسمون دو بنو وتبان تسمعنا واحد الصدمه واحد الشوك يعني صوت داجي كبير جيت كنجري من تما بانت لي واحد اللوغان هربات يعني ديك اللوغان بانت لي بان شوف كيما شتي هاد لي بارير يعني زحمات هذاك مول الطاكسي سائق الطاكسي عرب عليه ومن بعد انا زحماته شتي راه ما عندوش فين ما يقدرش يكون باساج ديال دو فواتير ما ينطو من بعد جاو الاخوان كنعتقوا فيهم عطى الدخان عطى الدخان عطى الدخان صحابه غادي توقع شي حاجه المهم طلع الاخ الاول ضرب الباب عاوننا تطلع هو داك اللي مشينا تكينا وداك الشيء نضرب في الضلعه ديالو في الراس ديالو الاخ الثاني حتى هو مضروب في الراس ديالو وبالنسبه للشيفور هو اللي يعني الشوك ديالو شويه صعيب